صعبة كتير ولا هي أسيد بيس خلاص. طبعا أغلبكم عندكم فكرة حلوة لازم قديمة عن أسيد بيس خلاص، سواء كانت في الكلية أو في الطوارئ هيك أو في الداخلية، ما بعرف إذا أخذتوها سريرية كيمياء سريرية. فلازم تشاركوني في المحاضرة، لأن يعني المحاضرة هي كلام نظري كتير بالإضافة إلى التطبيق. طبعا أنا بأسلوب المحاضرة هاي راح اعرض اول شيء فكره عامه سواء كانت فيزيولوجيه او كيميائيه، تركز مع بعض المعلومات النظريه، بعدين ممكن نتطرق للمسائل بالمحاضره القادمه. فهي مقسمه لقسمين، قسم فيزيولوجي كيميائي اضافه الى بعض المعادلات اللي لازم نحفظها، ولاحقا راح نطبق مسائل سريريه على الاسيد بيس بالانس. الاعطاء بالعاده للاسيد بيس بالانس بيكون اعطاء كيميائي اكثر سريري، لكن انا قصدت ان اقلب المحاضره عكسيه بحيث ان يكون العرض انه ايش هي الاضطرابات السريريه اللي بنشوفها عند مرضانا، بحيث تقسم المسألة لا اضطرابات استقلابية، مجموعة من الأمراض حطيناها في جداول، لأنه يعني عرض المسائل سواء هلا ولا بالتخرج أو بفحص الاختصاص بياخذك مسألة سريرية، بقول لك مريض مثلا عنده حماض كيتوني، فأنت من خلال الحفظ هلا بتعرف إنه الحماض الكيتوني رح يكون عنده حماض استقلاب. فأنا حطيت العرض إيش هي الأمراض الشائعة وش نمط اضطراب النظم اللي فيها بحيث تتركز، ان شاء الله تتركز بالأول. لكن لابد ان انا اعرض شوي على بعض الكيمياء. اسيد بيس بالانس، ايش هو الاسيد بيس بالانس؟ ايش هو؟ توازن وين؟ توازن الكهرباء. يعني شو بدك؟ يعني هو الاسيد بيس بالانس، يعني هو الاسيد بيس للسائل خارج الخلوي الاكسترا سيلولار فلويد. معناته انا بدي بالوسط وخارج خلوي وليس الوسط داخل الخلوي. طبعا نحن الشارده الاساسيه بتلعب في الوسط خارج الخلوي، بتعتمد اذا كان حماضي ولا لا، هي شارده الهيدروجين، يعني الكونسنتريشن اوف هيدروجين، تركيز شارده الهيدروجين تركيز صغير في الدم لا يمكن قياسه، فاي تغير ولو كان صغير بالهيدروجين بحكي لك اضطراب كبير، فانت ما ممكن تلقط هذا اضطراب على تغير شارده الهيدروجين. هتلاقي تركيز الهيدروجين 40 نانو مول، تركيز صغير جدا. فانا ما فيني اقيس تركيز الهيدروجين بالنانو، فايش اعتمدنا؟ اعتمدنا على بيئه الدم. فقالوا مثلا لما بيكون تركيز الهيدروجين 160 نانو مول بيكون بيئه الدم 6.8، لما يكون تركيزه 40 وهو التركيز الطبيعي نانو مول بيكون البي اتش 7.4. فالبي اتش بي اختصار لايشو؟ اتش هيدروجين، البي قوة باور بوتنشال قوة شاردة الهيدروجين في الدم، فقالوا له بي اتش بما يعبر عن كمية أو قوة الهيدروجين في الدم. بي اتش الإنسان الطبيعي 7.5 7.45 يعني 7.4. إذا انخفض البي اتش صار عندنا حمام، فالإنسان ما في يعيش لما يكون البي اتش تحت 6.8 عليه الرحمة، وإذا ارتفع صار عندي الكولات الكلي، وما في الإنسان أيضا يعيش لما يكون البي اتش أكثر من 8. أنا ليش بدي أحافظ على البي اتش الدم بين 7.35 7.45؟ لأنه كثير من العوامل الموجودة في الدم تتعلق بالبي اتش. مثلا أنا ما فيني أحفز الأنزيمات لعملها إلا ما يكون البي اتش ضمن المعيار الطبيعي. فإذا تغير البي اتش رح يغير من شكل الأنزيم، أو بالأحرى يغير من شكل المستقبل، فبالتالي الأنزيمات ما رح تكون عاملة. كثير من الشوارد ايضا البوتاسيوم والكالسيوم تضطرب اذا كان في عندي بي اتش دم
مضطرب. مثلا هيا ناخذ البوتاسيوم. انا بعرف البوتاسيوم موجود وين؟ في الوسط داخل الخلية. طيب اذا كان عندي الوسط حامضي، اذا كان البي اتش نازل، ايش راح يصير عندي؟ بيدخل الهيدروجين داخل الخلايا، عندي تنافس، تنافس ما بين الهيدروجين والبوتاسيوم بحيث الهيدروجين يدخل لداخل الخليه عشان يخفض من الوسط، لانه البي اتش هو الوسط خارج الخلوي، والبوتاسيوم يطلع. اذا طلع البوتاسيوم خارج الخليه سبب لي مشاكل كبيره وعلى راسها اضطرابات النضج. كالسيوم كمان شاردت الكالسيوم، نحن نعرف الكالسيوم موجود كايون كالسيوم بلس 2 بلس 2 موجود بارتباط او صعد كملح او ارتباط مع الالبومين. فاذا كان عندي وسط قلوي الكلي مثلا، البوتاسيوم الكالسيوم رح يزداد ارتباطه مع الالبومين في الوسط القلوي، بالتالي الكالسيوم الشاردي رح ينخفض. اذا انخفض الكالسيوم الشاردي سوى لي مشاكل كبيره وعلى راسها تيتاني، تكزز، تنام، تنميل وتخدير في الجسم والشفاء. فضروري ان يكون البي اتش مضبوط، اضبط الشوارع. كمان له دور كبير في تثبيت ونقل الهرموني، وله دور كبير على عظم تشكيل الدوارة البفر. مثلا العظم اذا كان عندي بي اتش حامضي، وسط حامضي، في عندي حامض، معناته انا لازم اتخلص من الحامض. كيف اتخلص من الحمض؟ اسوي له بفر دارية، اربطه مع مين؟ مع الفوسفات على مستوى الكلية، انخفضت الفوسفات صار عندي هشاشة عظمية. لذا البي اتش لازم يكون مضبوط ما بين 7.35 7.45 عشان هالعوامل هذه. هذا مقدمة بس. الشاشة العظمية والفوسفات ما بيخرج لحد، بيخرج مع الكالسيوم طبعا، الكالسيوم بيلحق، لكن بشكل عام الأوساط الحامضية في تشكيل دائرة الفوسفات أساسية أساسية. طبعا كلياتنا ككيمياء بنعرف انه تفاعل CO2 مع الماء رح يشكل لي حمض الكربونيك اسيد H2CO3، وهذا الحمض غير ثابت، يتفكك بسرعه، يتفكك بسرعه الى اسيد بالاضافه الى بايكربونات. اذا ارتفع الحمض، اذا ارتفع CO2 رح تنتقل المعادله بهالطرف هذا، بالتالي رح ترتفع بيكربونات عشان يسوي بفر. وإذا انخفض الـ CO2 كمان البيكربونات راح تنخفض، فالمعادلة اتجاهها ثابت. إذا زاد هاد راح يزداد هاد، وإذا انخفض الـ CO2 راح ينخفض البيكربونات بالعموم، لكن في خصوصيات، في صب كواس تحت راح نتعلمها بالمحاضرة السابقة. لكن أنا أعرف إنه ارتباط CO2 مع الماء بيعطيني كربونيك أسيد، فالكربونيك هاد غير ثابت، بيتفكك بسهوله الى اتش بلس بالاضافه الى بايكربونات. المعادله قابله ان تتجه باكثر من محور، اذا ارتفع السي او 2 في المحصله لازم انا ارفع بايكربونات، واذا خفضت السي او 2 لازم انزل بايكربونات. المعادله ارتفع معنا تركيز الهيدروجين وصار في عندنا حاله حمض. اكيد اكيد، فانا لازم احط الدوارة وعلى راسها بايكربونات، بس انا بس بدي المحور هذا رح ابني عليه مجموعة من المعادلات لاحقا. عم بنلاحظ انه تشكيل الدوارة انه CO2 مع H2O بيعطينا H2CO3، بتفكك بسهولة الى HCO3 سلبي بالاضافة الى H بلس. وتركيز HCO3 بيماثل تركيز الهيدروجين، بحيث إذا زاد واحد تتجه المعادلة بالطرف الآخر، مثلا إذا زاد الهيدروجين المعادلة هتتوجه بالطرف هذا، بالتالي أنا لازم أشوف أطرح CO2، لازم اخلي الرئه تشتغل اكثر واشغل البفر، يعني الرئه تعتبر كبفر سريع تطرح CO2، لكن اول بفر بيشتغل في الجسم هو بايكربونات وهي الدوارة، بعدين تشتغل الرئه واخر شيء الكليه. طبعا في عندي علاقه ثابته ما بين البي اتش
تساوي لوغاريتم البيكربونات على بي سي او 2 رح ناخذها بالمحاضره اللاحقه. والدوائر ممكن تكون الكلية، وعلى رأسها الدارية الأساسية تشكيل الأمونيا. الأمونيا لها دور كبير في الدارية. كمان في عندي هالعرض يعني ما أقول لك الدوائر الموجودة هي دارية البيكربونات، هي الدوائر الأولى. ممكن الفوسفات، ممكن البروتين كمان هي تعتبر دوائر، لكن البيكربونات تكون في الوسط خارج خلوي، بينما الفوسفات والبروتين داخل الخلوي. هاي دوائر بطيئة صراحة. في عندنا دايركت الرئة كمان تطرح CO2 أو تحبس CO2، ممكن تسوي السو أو تخليه. وآخر شيء دايركت الكلية اللي بتشتغل بعد ساعات، بعد يوم وتطول بين 3 إلى 5 أيام إلى أسابيع. طب أنا إيش بيهمني من الناحية المرضية إذا ارتفع البي أتش ولا انخفض البي أتش؟ صار عندي أسيدوزز ولا ألكالوزز؟ كله راح يأثر على الجسم، راح يأثر بشكل كبير على الجملة العصبية. فإذا كان عندي حماض راح يصير مثلا في عندي كثير إصابة في الجملة العصبية الدماغية، الوعي كله بيختلف، يصير عندي تراكم الحموم في الجملة العصبية، ممكن يكون في عندي تشويش وحتى ممكن يسوي لي كوما، وفي المراحل النهائية ممكن يودي إلى الوفاة. بالمقابل إذا كان عندي قلاء راح يسوي لي تنبيه، بيزيد الناقلية العصبية، الاستابيليتي بيزداد، بالتالي راح يسوي لي اضطراب في الشوارد وعلى رأس الكاليسوم. كل العلامات هاي علامات نقصان الكالسيوم من تكزز وحتى اختلاجات تنميل وتخدير، واخر شيء رح يؤدي الى الوفاه. فانا لازم اضبط البي اتش ضمن الحد الطبيعي حسب المعادله اللي تعرفناها. كل ما زاد السي او 2 لازم تزداد البيكربونات، كل ما انخفضت البيكربونات ضمن مسائل محدده، لكن في مسائل رح يكون في عندي تغيير بينها. خلينا نبلش باهم اضطراب أساسي قاعدي ألا وهي الميتابوليك أسيدوزيس. أنا جمعت الميتابوليك أسيدوزيس كإمراضيات، وآخر شيء إيش بيكون في عندي بالمسائل أو في المسألة شلون تجي كإمراضيات. أنا لما بقول في عندي حماض استقلابي إحدى حالتين، إما في حموض تضاف للجسم أو الجسم بيفقد بيكربونات، ما في خيار ثالث لهما. في خيارات أخرى لكن مش لنا كطالب طب أو كطبيب داخلية أو حتى طوارئ، اللي يشكل حماض استقلابي هي الإمراضيات الكليات اللي بيشوفها فقط. في إمراضيات نوعية ما بتهمني، فأنا ممكن أضيف جذور حمضية ثابتة أو ممكن أفقد البيكربونات. خلينا نشوف الصف الأول. أنت أنا بيكون عندي حماض استقلابي بإضافة الحمود، ممكن في عندي حمود خارجية اندوجينوس، آسف داخلية، أو ممكن تكون خارجية اكسوجينوس. أنا ممكن الجسم بينتج حمود أو ممكن حمود خارجية تضاف للجسم، بالتالي حيسكل عندي حماض. مثلا دي كي اي الحماض الكيتوني السكر. اجتك مسألة سريرية، مريض عنده سكر، صار عنده حماض، مباشرة تعرف انت شو نوع الحماض؟ استقلابي. انسالي بقى تنفس هو الاستقلابي. فالعرض عرض مسألي، لكن التفكير يكون تفكير عكسي العلاجي. اذا فممكن الجسم اذا انتج حموض امينية، اسف حموض جذور حمضية ثابتة راديكال أسيد، فبيسبب لي ميتابوليك أسيدوزيس، وعلى رأسها حماض الكيتون السكري ديابيتس كيتو أسيدوزيس أو اللاكتيك أسيدوزيس حماض اللبنية. اللاكتيك لما يكون في عندنا نقص تروية محيطية على الأغلب تجمع اللاكتات، بالتالي حيسكر لي حماض استقلابي. أو لما بيكون عندي قصور كلية ما في تتخلص الكلية من الحموض، وعلى رأسها الفوسفات والبيكربونات، آسف الفوسفات والسلفات، بالتالي رح تتجمع في الجسم. ثلاث أمراض شائعة جدا تجي كمسائل سريرية بتقول لك إنه هذا حماض استقلابي بدون ما بتطلع على الأرقام. أو ممكن أنا أضيف حموض خارجي، مثلا
مريضة عنده تسمم بالأسبرين ساليسليك أسيد، ختيار كبير، أخذ كميات كبيرة. تجي مسألة سريرية حتى جدنا الفحص الأسفونس، ختيار كبير عنده نقص تروي قلبية، أخذ كميات كبيرة من الأسبرين، بالتالي شكل عنده حمار استبلاغ أو الميثانول كحولي. الكحول أيضا راح يتراكم الميثانول وهي حمض راديكالية. أو الإثنيل دايكول، هذا بنشوفه وين؟ بالأنتفريز تبع السيارات، وكثير دارج في أوروبا إنه بسوا بينتحروا عن طريق الأنتفريز تبع السيارة تبع مناعة التجمد، حتى صارت في حالة في الباب مناعة تجمد السيارات قضية انتحرت فيه، فتشكلت حموض كتير، بالتالي الجسم ما حس يتخلص منها، فصار عندي حماض استقلابي، فعلاجه كان حصرا بغسيل كلي. إذا أول صف ثلاث مسائل سريرية تجيب بالامتحان. مريض عنده حماض كيتوني سكري، مريض عنده لاكتيك أسيد، مريض عنده قصور كلية، هذول الثلاثة حماض استقلابي، أو ممكن أضيف حموض خارجية وعلى رأسها تسمم بالأسبرين أو الميثانول أو الإثنين غلايكول، وهذه حموض خارجية. هالشكل هالثلاثي هذا الجسم صعب يشكل دوائر سريعة ليتغلب عليها. الدارئة الأسرع لأتغلب على الحموض هاي، الحموض الغير محسوبة أصلاً لما يكون عندنا فجوة كبيرة حسب لك فجوة الصواعد رح نحكيها لاحقاً بالسلايدات القادمة. هاي أنا جاب هالحموض هاي خارجية حصراً غسيل كلية، حصراً جسم ممكن تشكل دارئة البايكربونات، ممكن يعني تشكل دارئة سريعة وتخفف من تأثيره، لكن الجسم ما بس يتخلص منهم إلا بغسيل الكلية. بينما هدول ممكن أنا أضبط الحالة المرضية. هاي أول إضافة. ثاني شغلة، أنا ممكن يكون عندي حماض استقلابي لما يكون عندي خسارة بالبايكربونات، لوس، خسارة للبايكربونات. أنا كيف أخسر البايكربونات؟ بسبيلين، إما أخسر عن طريق السبيل الهضمي، وأشيع اضطراب نظم، أشيع آسف مسائل سريرة تجيب إسهال. دائما الإسهال حماض استقلابي دائما ما مساء. أو ممكن أنا أفقد البايكربونات لما بيكون عندي الار تي اي الحماض الأنبوبي الكلوي، أو السي تي ان كرونيك تيوبر انترستيشال فلويد لما يكون في عندي إصابة في السائل الخارج كلوي أو السائل الخلالي للكلية، يعني كبيبات الكلية في الوسط الخارجي السائل الخلالي في عنده إصابة ممكن كبيبية أو التهاب كبيبات إلى آخره. فهالشكلين هدول يفقدوا البيكربونات، بينما هالأشكال هاي تضيف الكمية. كسلايد، أتمنى إنه ما تنسوا المسائل السريرية. رح يجيك مثلا بكرة مسائل سريرية مريض عنده إسهال، خلاص فقدان البيكربونات في الأمعاء الدقيقة، بالتالي صار عندي حماض استقلاب. بينما مريض صار عنده قياء، ايش شو؟ فقط حموض كلور الماء، ما بنساه، رح تشوف هلا القلم. اذا كميتابوليك اسيدوزس، اما ممكن انا اضيف حموض او انتج حموض او افقد بيكربونات. اذا اضفت حموض ممكن تكون خارجيه او الجسم انتج حموض. الجسم بينتج حموض لما يكون في عندي حماض كيتوني سكري، لما يكون في عندي لاكتيك اسيدوزس، لما يكون عندي قصور كليه. الجسم اذا تلقى حموض خارجيه تسمم بالاسبرين او تسمم كحولي او تسمم بالاثنين غلايكول، وهالصف هذا بده حصرا غسيل كلية، اما الصف الثاني ممكن اضبطه بالدوارب. بينما انا ممكن يكون عندي حماض استقلابي ايضا لما افقد بيكربونات. سبيلين اخسر فيهم بيكربونات، اما كلوي او هضمي. هضمي اسهال حكما، كلوي لما يكون في عندي اصابه في الكبيدات او حماض انبوبي كلوي. بالنسبه للاسبرين ميثانول والمنكولات، هي باساسها حمض ولا هي بتعمل حموض؟ هي اساسها حموض اندجنس، غير مقاسي اصلا. طب ليش التخلص منها صعب؟ ما بالنهايه هي عم تنزل على بتنحل في الماء، بتعطي شوارد هيدروجين وبتعطي بشكل عام. لما بقول حمض فيني اتخلص منه حمض احسن اقيس تقييم، لكن هي لا تقاس، بالتالي راح تسبب لي اضطراب كبير بس فوائد فجوات الصواعد.
انا كيف بدي اتخلص من الحموضه هاي؟ بقول لك انا لازم اشكل بيكربونات، اضيف يعني انتج بيكربونات بكميه كبيره، بحيث كل ما بيكون عندي حمض زياده لازم بيكربونات بعدها بتجي تسوي له دارية. بس اذا عندي تسمم بعشر حمض لازم تتشكل عشر بيكربونات، لكن ما بتلحق الكليه انه تتخلص منه. كما لهم بهي الاليه انه بسكرانا بتاخذ الصواعد الاسكرين هو انه الاسكرين هو لما بيدخل الدم بتفكر بيعطي جذر بروتيني موجب وجذر لحمض زياده. تمام. هو بالناحيه العاديه لما بصير عندنا درق بشريط البيكربونات الجسم بيعوض بامتصاص شريط الكلوريت بتحتفل بالصواعد. نعم. اما هون هي الحاله هاي صبرا انت سبقتني بالمحاضره. هل السلايد هاي هاي انايون جاب ونورمال انايون جاب او نو انايون جاب؟ اترك لي السلايدين الجايات. الاول السؤال ايه؟ هن رح يتوضحوا اكثر في السؤالين القادمين، لانه رح نرجع على السلايد هذا. انا بس بدي هالشكل هذا، واضح؟ خلينا نشوف من الناحيه الرقميه كيف رح يكون. انا في عندي اسيدوزز، يعني شو؟ بيعطش منخفض طبعا. اخر المحاضره راح نجمعهم كلهم باربع سلايدات يكونوا سهلين كثير، للبدايه ممكن يكون صعب. اذا اسيدوزس معناته بي اتش. طب ميتابوليك اللي وين راح اطلعنا؟ بايكربونات. خلينا نشوف البايكربونات. لا بقول حماض استقلابي معناته انا شو فقدت؟ طيب اذا فقدت البيكربونات ورجعت للمساله اللي قبلها ورجعت السلايد اللي قبله، شو راح يكون السي او 2؟ منخفض. اذا في عندي انخفاض في السي او 2. هلا هذا بيكون معوض ولا غير معوض لاحقا، بس المساله المعادله بهالشكل هذا. انا في عندي خساره، في عندي اسيدوزس خلص بي اتش نزل، استقلابي بيكربونات نزل. طيب شو وضع السي او 2؟ حسب المعادله لازم السي او 2 ينزل. ملاحظين في الاشارات انه ثلاثه شو؟ لتحت. رح نحكي في اخر المحاضره لما بيكون البي اتش نفس اشاره البايكربونات والسي او 2، يعني ماتشد يعني مع بعض، فهذا اسيدوزس. شو نوعه؟ استقلابي ولا غير استقلابي؟ بدنا نطلع السي او 2، سي او 2 نازل لحقته البيكربونات، هذا استقلابي. ماشي؟ هذا اول اضطراب، واضح؟ تفضل في سؤال. هو الحد الاستقلابي بيكون طلع بيكربونات فقط، اما المعوضه بتنزل بالمعوضه لاحقا سي او 2 لازم تنزل. بس بالمجمل بالمجمل على المس على المعادله بس احفظ لي انه 2 نازل، اكيد سي او 2 لازم ينزل معوضه. هلا بقول معوض ولا غير معوض؟ اترك لي اياها لاحقا، بس تتجمع اخر شيء. اذا انا في عندي اسيدوزس بي اتش نازل، استقلابي بيكربونات نازل، رح تلحقها سي او 2 حسب المعادله. واضحه؟ اهم اضطراب استقلابي هو الميتابوليك اسيدوزس. واضحه يا شباب؟ اي سؤال عليه؟ دكتور العادة تركيز السي او 2 قديش تركيزه في الجسم؟ 35 45 ملم زائد بالعاده تركيز البايكربونات 24 26 ملي ايكوفلنت في اللتر بالعاده. هي الارقام بالعاده لو تيجي مساله سريريه بتعطيكم اياها بالحاشيه، بقول لك تركيز البيكربونات كذا، تركيز السي او 2 كذا، البي اتش الطبيعي كذا، بيعطوك اياه في الحاشيه. طيب بالعاده لما يكون في عندنا اضطراب شاردي اسيد بيس بلس، نوع الدم اللي بنسحبه شريان. ليش مو وريدي؟ الحكيم الوريدي حمض دكتور مشان نسبه السي او 2 هو حمض اكثر من الشريان بسبب ارتفاع السي او 2 فيها. صار في عمليات ايضا استقلاب اكثر. نعم، لهذا تحليلين فقط لكل الدنيا بنسحبها الشرياني، البي اتش وغازات الدم الشرياني بس.
ما في ثالث له بعد. برجع أقول العرض الأخير رابع سلايد رح تتوضح. الإمراضيات حفظناهم علمناهم شو هن الميتابوليك أسيدوزيس. يلا خلينا ناخذ الاضطراب الثاني ألا وهو الريسبيراتوري أسيدوزيس. طيب لما أقول في عندي حماض تنفسي يعني إيش أنا على أي شاردة صار عندي الخلل CO2 يعني إيش سويت له؟ تراكم في الجسم ماشي؟ طيب أشياء حالة مرضية بشوفها للحماض التنفسي لما يكون واحد عنده قصور تنفسي بشكل عام إيش هي الأسباب؟ هاي الأسباب يعني ممكن تجيك مسألة سريرية واحد صار عنده رض أو ممكن واحد عنده COPD أو ممكن واحد عنده حبل فالشي نحطه في بالنا بهالصورة هاي. إذا لما بقول في عندي حماض تنفسي معناته اضطراب الأهم هو في عندي علامات قصور تنفسي بالتالي بيتراكم CO2 ضمن الجسم يحتبس ضمن الرئة مثلا. الأسباب أي إصابة في مركز التنفس في الدماغ رد حادث سيء تخدير سيء واحد ياما جتنا مسألة أن واحد دخل على التخدير كان كمية التخدير عالية صار عنده تطبيق تنفسي إيش نوع الاضطراب؟ خلاص لازم تحفظ حماض تنفسي. في عنا متلازمة اسمها جي بي إس سيندروما. جي بي إس سيندروما إصابة في النويات القاعدية المسؤولة أيضا عن المراكز التنفسية. الاختصار جي بي إس غلايبري سيندروما غلايبناري سيندروما بالتالي أدى إلى تراكم CO2 في الجسم. ايضا ممكن يكون الاصابه على مستوى الرئه لاحظين انا ببلش من السبل العليا وانا نازل ممكن يكون على مستوى الرئه اشياء حاله مرضيه في الرئه سي او بي دي راح يتراكم عندي سي او 2 ضمن الرئه ممكن يكون الاصابه على مستوى العضلات الملساء ضمن الرئه العضلات تنصاب ضمن الرئه لما بيكون في عندي إصابة في الأساتين كولين بالتالي بيتراكم السي او 2 في الجسم. وآخر حالة لما بيكون واحد عنده أسايتس لما بيكون عنده حبن ضغط على الرئة أدى ذلك إلى تراكم السي او 2 لكن هاي الحالة قليلة. فالمسائل بتجي أو الإصابات بتجي كسبيل علوي أو قاعدي أو على مستوى الرئة أو على مستوى العضلات أو شيء خارجي حالي. فهذا رح يراكم CO2 في الجسم. فأنا عندي شو؟ حماض. إيش الـ pH؟ أسيدوز. على حساب مين؟ CO2. معناته CO2 مرتفع. إذا ارتفع CO2 لازم على سبيل المعاوضة لاحقا إيش لازم أرفع؟ إذا رجعنا للمسألة CO إذا رجعنا للمعادلة CO2 ارتفع بيكربونات ارتفع. اذا في الحماض التنفسي انخفاض البي اتش ارتفاع سي او 2 وارتفاع البايكربونات. كيف بيكون المنشا؟ 1 2 3 4 اي سؤال؟ وليش بالسي او بي دي بصير عندنا يعني السي او بي دي اول شيء في عندك النقل سيء يعني في عندك كونتراكشن يعني بس بالمقابل في معارض. تضيق الشغله الى مراحل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة المتقدمة. التضيق كبير على مستوى القصيبات الهوائية بالتالي CO2 بيتراكم. هلا له علاقة مثل الربو راح ناخذ السلايد البعض بيفرق شوي وبيخربطوا بين بعض. طيب دكتور الحبل التضيق عم يسبب عنا زيادة عدد مرات التنفس بالمقابل مشان نعمل عوض
زيادة عدد مرات جمع فوز هذا بصير طرح للسي او 2 اكثر ما هو احتمال. لكن هاي في المراحل الحالية حتى اثناء الزفير بيزيد انخماص القصبات فلهيك ما بيضل الجزء. هذا جواب ما بيهمني التفرعات هاي، بيهمني عن السي او بي دي بيتراكم السي او 2 ضمن الرئه بالتالي لا يطرح بالكميات الكافيه وهالشيء هذا بسبب لي حماض تنفس. صوره واضحه بي اتش انخفض سي او 2 طلع بايكربونات طلع. بنلاحظ الاشاره عكسيه بينما في الحماض الاستقلابي 2 3 لك. في اي سؤال على الامراضيات التنفسي؟ اتوقع ما في. برجع اقول اخر شيء راح نجمعه، ناخذ الاضطراب ايضا الميتابوليك الكالوزيس. بس قبل السؤال، ايش وضع الشوارد بالنسبه للحماض التنفسي؟ اي شوارد؟ البوتاسيوم والصوديوم. بعدين الصوديوم والبوتاسيوم راح نشوفه بالفجوات. بشكل عام بيكون في عنا حماض تنفسي الدي اتش بيكون نازل، الهيدروجين بيكون عالي عكسه، بالتالي البوتاسيوم راح يخرج، راح يكون عندنا فرط بوتاسيوم. طيب السؤال بالالكالي هو الوحيد اللي بيسبب انخفاض البوتاسيوم، بينخفض ما بينخفض البوتاسيوم، فقط الالكالي بيصير عنده ارتفاع بالبوتاسيوم. خلينا نشوف الميتابوليك الكالوزيس القلاء الاستقلابي. انت بيكون عندي قلاء معناته انا بخفض الحمض، بخفض الحمض وبرفع البيكربونات. انت انا افقد الحمض لما يكون عندي في عندي قياء مستمر. في كثير من المرضى العصابيين النفسيين بيراجعوا كثير فبيكون عندهم البي اتش عالي، أو لما أفقد أو ينخفض البوتاسيوم. خلينا نشوف شلون بينخفض البوتاسيوم، شو هي الآلية اللي سوى فيها قلاء استقلابي. مين عنده فكرة؟ إذا انخفض البوتاسيوم، مستوى البوتاسيوم في الجسم، هايبوكاليميا صار عندي. ليش صار عندي قلاء أصلا؟ حتى بيقولوا هايبوكاليميا الكالوزيس. المعوضة الكلوية بتصير تطرح هيدروجين وتاخذ بدل البوتاسيوم، تطرح هيدروجين. بوتاسيوم هو نازل. هو نازل لما بصير تطرح هو ترجع تمتص، فبتعود امتصاص شديد للبوتاسيوم تطرح بداله ب في مدى هو لانه بيدخل جسم البوتاسيوم داخل كلوي بيعوض محل شو اسمه إذا كان عندي البوتاسيوم منخفض في عندي تنافس، ما بين البوتاسيوم والهيدروجين على المستقبل الموجود في الأنابيب الكلوية. كل الشارتين بيتنافسوا مين بيصير عنده سكريشن أكثر، مين بينطرح أكثر. فإذا كان البوتاسيوم قليل معناته هالمستقبل بيركض على مين؟ الهيدروجين. صار سكريشن كتير للهيدروجين فصار عندي الكلي. هاي الآلية انه اثنين بصير في عليهم تنافس عكسي دائما، هن اثنين بتنافسوا مين بينطرح اكثر وليس يمتص بالانابيب البعيدة. المستقبل المسؤول عن طرح الهيدروجين هو نفسه اللي بيطرح البوتاسيوم. لما يكون البوتاسيوم منخفض هالمستقبل هذا كمية البوتاسيوم في الدم منخفضة، فمين بيطرح اكثر؟ الهيدروجين. بكب الهيدروجين اكثر فصار عندي الكلي ارتفع البي اتش. ايضا لما اضيف الكالي خارجي مثل ما ضفت انا حموم، اذا ضفت الكالي خارجي بايكربونات او مثل اللي بياخذوه عن طريق الهضم مالوكس وهالشله، هي بتصير لي ميتابوليك الكالوزيس. هي ثلاث امراضيات، اشياء امراضيتين بيجوا بالمسائل واحد واثنين، هايبوكاليميا بالاضافه الى الفوميتنج القياء. أنا إيش بيكون عندي مس سريري أمس بالمسائل؟ الكلي معناته البي اتش عالي. طيب ميتابوليك وين بدي أشتغل أنا؟ على البيكربونات. البيكربونات عالية بالتالي مين بيلحقها؟ السي او 2 لازم أنا أساوي معاوضة أكثر، لازم أطرح السي او 2 بيكون في عندي الكلي.
مريض يتنفس بسرعه فبدي يكتب CO2. اذا pH عالي عم بلاحظ CO2 عالي، عم بلاحظ CO3 عالي، عم بلاحظ ماتش مترابطات للاعلى مثل الميتابوليك 3 لتحت. واتمنى ما تنسى كمان هالصوره. اخر استقلاب الكالوزس عن بالنسبه للريسبيراتوري. انت بيكون انا عندي حماض، اسف، قلق تنفسي. لما بيكون في عندي قلق، لما بيكون عندي فقدان، يعني بقول لك اكسسيف يعني فقدان هائل، كم يعني بتكب كميات كبيره من السي او 2 كبيره هائل جدا، فهذا بيكون انا عنده قلق كثير. مرضى النفاسيين والعصابيين فهذول على طول مزعوجين على طول، فبيكبوا كثير سي او 2 بكميات كبيره. او لما بيكون في عندي اسما ربو. هلا الربو في خلاف ما بين الربو والسي او بي دي، انه ليش هذا الكلي وليش هذا اسيدوزس. الربو في المراحل الحاده او في المراحل الاولى من الربو بصير عندي، يعني المريض عنده وزيد بكب كثير سي او 2، لكن لما بيجي في المراحل المتقدمه بيتراكم السي او 2، بيتراكم السي او 2 بالتالي بصير عندي حمام. اذا الربو دائما لما يكون اير باكرا، او لما بيكون عندي التسمم بالاسبرين لكن في المراحل الحاده، بيقول لك الاسبرين تسممه الباكر هو كما في يعني يشابه الكلور، بيرفع الالكلي. لكن في المراحل المتقدمة ايش بصير؟ الاسبرين اخذناها بالاستاذ حمار، لكن في المراحل الاولى بيزيد الكلور بتحوله لالكلي، لكن في المراحل المتأخرة حالة نادرة يعني متأخرة ما بنشوفها نحن المراحل الباقية بصير عندي حمار. أو لما بيكون في عندي متلازمة تطبيقية تنفسية، يعني نفس التراكمات السابقة. يعني بالمعنى البسيط إنه أنا عم بكب ثاني أكسيد الكربون بكميات بالهبل، وخاصة لما يكون مريض عنده ربو، ولما بيكون معاه مريض عصابي، أكثر حالتين بالمسائل بيجوا لكم. تفضل. شلون بنميز الاضطراب الأساسي عن المعرضة؟ صبراً عليك. صبراً عليك. جيدا. فانا عندي الكالوزس معناته شو؟ بي اتش عالي، وانا شو بطرح؟ سي او 2، معناته عم بكب سي او 2 رح يلحقوا البيتابول. خلينا نجمع هي المسائل اللي بتجينا، يعني ممكن تجينا مساله ربو او مريض عصابي، فهذا لازم تعرفه مباشره خلاء تنفسي. او ممكن تجينا مريض عنده انخفاض بوتاسيوم الدم او اقياءات، لازم تعرفوا انه هذا قلاء استقلابي. او ممكن بيجينا اصابه في المراكز التنفسيه او سي او بي دي اكثر شيء، فهذا حمار. او ممكن يجينا اشياء شيء الميتابوليك اسيدوزس واللي بنشوف فيه هذه الاضطرابات الكثير. هذول بشكل عام. خلينا نجمع المعلومات شوي، بعرف انه هي شوي تراكميه، لكن خلينا نفحص. شوف القطوطه ايش ليش مزعوجه. طيب انا لا اعرف انه هل الاضطراب هذا استقلالي ولا تنفسي، حمام ولا الكلي، لازم افحص اول شيء البي اتش. بطلع البي اتش، اذا البي اتش نازل فهو اسيدوزس حمام، واذا البي اتش طالع فهو الكلي. هاي اول خطوه. بعدين لو انت طلع بقول لك افحص السي او 2 وحده منهم، افحص السي او 2، طلع السي او 2. اذا شفت السي او 2 والبيكربونات، عشان اربط مع المال، اذا شفت اثنين ماتش وذ البي اتش، يعني اثنين نازلين مع البي اتش، اذا كان البي اتش نازل واثنين نازلين بنفس الاشاره فهو استقلالي. إذا كان البي اتش طالع واثنين طالعين لفوق فهو استقلالي، يعني سواء كان تنفسي أو حمض، لا سواء كان قلاء أو حمض، آسف. إذا أنا في عندي البي اتش، إذا كان البي اتش نازل ورافقه السي او 2 ورافقته البيكربونات يعني ماتش
اثنين نفس الإشارة فهو استقلالي حكما. لكن إذا كان البي اس نازل وهدول اثنين طالعين لفوق أو واحدة لفوق واحدة لتحت معناته هذا تنفسي معقول، معناته في عندي الخلل مركز تنفسي بين هنيك الخلل في الاستقلال. إذا أنا أول خطوة بطلع البي اس، إذا كان البي اس نازل فهو أسيدوزس، إذا كان طالع ألكالوزس. بعدين أراقب إشارة CO2 والبيكربونات، إذا اثنين نازلين يعني اثنين آسف، إذا كانت إشارته نفس إشارة البي اتش يعني ماتشت معها فهو حكما استقلالي، سواء في الانخفاض أو بالارتفاع أو الصعود، فهو حكما استقلالي، سواء كان استقلالي من نوع الألكالوزس أو أسيدوزس. إذا كان الإشارات عكس البي اتش فهو تنفسي. هيا نربط المسألة، آسف ما راح نربط المسألة، نربط بحالات. خلينا ناخذ أول إشارة، أول مريض بهالشكل، بي اتش نازل، سي او 2 نازل، سي او 3، إيش التشخيص؟ استقلالي. حماض واثنين نفس الإشارة استقلالي. لاحظ الحالة الثانية، بي اتش نازل، سي او 2 طالع على سي او 3. حماض تنفسي. الإشارة هل هذا أسيدوزس؟ صح؟ وهذا أسيدوزس، لكن الإشارة ماتشت ولا؟ عكس بعضهم اوبزيت، اذا عكس بعضهم فهذا حماض تنفس وانقطع الكهرباء ودمع عمي. طيب نرسم يلا لا تسال ما كده على المصور كمل. اذا كان البي اتش عالي والسي او 2 عالي والاس سي او 3 عالي فهذا لما تشوف قل استقلالي. اذا كان البي اتش عالي والسي او 2 تحت والاس سي او 3 تحت هذا قل. اذا كانت الاشاره نفس اشاره البي اتش فهذا حكما استقلالي، واذا كانت عكسها تنفس. بس ننتقل بقى للخطوه اللاحقه، لا بدنا نربطهم هلا بجدول مع المعامله. هلا بيلحقونا الفئه اللي بعدها لسه عم يجوا هلا كثير عجبه فاضي يعني. من خلال الامراض، فانا لما بيكون في عندي سكري بعرف انه استقلالي حكما، فطلع البي اتش حماضي اكيد نازل. لما بيكون في عندي مثلا اسبرين بسموه بالاسبرين استقلالي، اذا كان في المراحل الحاده الباكره ولا تنفس. لما يكون في عندي مثلا اقياء خلاء استقلالي، لما يكون في عندي اسهال حماض استقلالي. حماض استقلالي. طب لما يكون عندي تسمم بالكحول حماض استقلالي. شو نوع الفجوه؟ فجوه صعبه كبيره عالي. ليش عالي؟ لانه في عندنا في عندنا ما بيجي بتضم مع بيكربونات فبصير درع مباشر، اما الشرد السلبي بضل مثل ما هو. بالحاله الطبيعيه الشرد السلبي المعوضه لحتى تتخلص من حساب فجوه الصواعد لازم تكون مقاسي اللي هي شرد الدكتور. اما هون الجسم بالاساس صار عنده شرد سلبي فما راح يمتص شرد الدكتور، فهاي الشرد اللي بالاساس عوضت محل بيكربونات الشرد غير مقاسي فبالتالي راح تتفتح فجوه الصواعد. طيب بشرح عملي هلا هذا شرح فيزيولوجي يعني. بس ثواني، هذا الامراضي هذا التشخيص لك الواحد ماشي. انا لسه ما حكيت على الكومبنسيشن المعاوضه، لما يكون مثلا لما يكون عندي استقلالي شو راح يصير بالسي او 2، لما يكون في عندي تنفسي شو راح يصير بالبيكربونات، لسه ما حكيت فيها. قبل ما بنتقل رح انتقل على شيء اهم هو الانايون جاب اللي عم تحكيها. الانايون جاب يعني فجوه الشوارد السلبيه.
الصواعد شو بيقول لك؟ فجوة الصواعد هي فجوة الشوارد السلبية الأساس أنا يوم جاء بشكل عام بشكل عام نورمالي الكاتيونز والأنيونز أتبع يعني الشوارد الإيجابية بتساوي مع الشوارد السلبية الكاتاين مع الأناين أتبع أكثر شاردة إيجابية مقاسة في الجسم صوديوم ميجر لكن في شوارد غير مقاسة في مثل لا المغنيسيوم كالسيوم شوارد صغيرة بينما الصوديوم شاردة 145 ملي مكافع كبير فأخذوا هي أكثر أنيون جام أكثر كاتيون جام آسف كاتيون أيون شاردة إيجابية الشوارد السلبية الأنيون أشهر شاردتين سلبيات كلور بايكربونات هدول مقاسات لكن في شوارد سلبية غير مقاسة في أنمجة وعلى رأسها الألبومين الألبومين بروتينيا على رأسها الألبومين إذا في عندي فجوة ما بين الكاتاين والأناين هي فجوة شوارد السلبية هالفجوة هاي بيقول لك كاتاين مطروح منه الأناين يساوي فجوة الشوارد السلبية الغير مقاسة وهي ما بين 10 ل 12 ملي مكافئ الصوديوم ناقص كلور مع البيكربونات يساوي 10 تقريبا 10 ل 12 10 ل 12 ملي مكافئ هي فجوة الشوارد السلبية هل فجوة هاي هي هالفجوة هاي ممكن تزداد وممكن تنقص بهمني أنا أعرف الفجوة إمتى تزداد وشو هي الأمراضية لأن أنت ما رح تجيك مسألة فيها اضطراب توازني واحد لأن تجيك على أغلب مكسر مختلط ممكن يكون حماض مع فجوة الصواعد هاد أو ممكن يكون حماض مع فجوة الصواعد نورمال فأنت لازم تعرف أنا لازم تعرف الأنيون جاب قديش الطبيعي صوديوم ناقص كلور مع البيكربونات 10 ل 12 ملي مكافئ فهل هالفجوة ممكن توصل حتى 30 وممكن تنقص حتى 50 رح نشوف شلون تزداد شلون تنقص ايش هي الأمراض اللي بتزيد فجوة الصواعد وايش الأمراض اللي بتنقص فجوة الصواعد وانت لحالك بتعرف لاحقا شو الاضطراب الشارع لما بقول انا في شوارد غير مقاسة هي شاردة الكالسيوم والمغنيسيوم الكالسيوم شاردي 10 ملي مكافئ والمغنيسيوم 7.1 شئ ما بعرف يعني ما بيدخلوها بالحساب بياخذوا الشاردة الكبيرة هي الصوديوم الشوارد السلبية الغير مقاسة هي الألبومين 4 ملي جرام وفي عندنا شوارد ايضا ممكن تكون الفوسفات واللاكتات والكيتو ذكروني بالفوسفات واللاكتات والكيتو شو هاي كانت احماض شو خارجيه ولا داخليه انتجها الجسم فانت لما تجيك مساله مثلا مريض سكري ايش نوع الاضطراب الاستقلابي حماض استقلابي ايش نوع فجوه الصواعد حنشوفها هاي ولا نورمال؟ هلا بدنا نشوف إذا الأنيون جاب الطبيعي هي الصوديوم ناقص الكلور زائد بايكربونات الطبيعي ما بين 10 ل 12 ملي مكافئ باللتر فالفجوة هاي ممكن بتزيد وممكن بتقل خلينا بس نمثلها بالتعابير باليد يعني أنا إنت فيني أزيد فجوة الصواعد انت هاي تزداد خلينا نقول تزداد لما ترتفع الشعر لما تنقص الالبومين تزداد بالعكس لما تزداد
تزداد لما بينقص الالبومين تزداد تزداد لما يزداد لما تنقص لما بينقص الالبومين لما بينقص الالبومين تزداد تزداد الفجوه. ليش هلا بنحكيها؟ لما اذا انخفض الالبومين قلت الفجوه زادت. ليش؟ او واحد هلا بقول ليش، او لما بضيف انا حموض الجسم بينتج حموض امينيه او حموض غير مقاسه مثل السلفات واللاكتات والكيتو، الفجوه شو راح يصير فيها؟ تزداد. هالحموض راح تدفش الكلور والبايكربونات لتحت بتنقص من قيمته، بالتالي الفجوه شو راح يصير فيها؟ تزداد. هاي مرجع نحطها هيك بالشرح. انا اذا ضفت حموض خارجيه او داخليه اصلا جسم انتج حموض، هالحموض راح تزيد فجوه الصواعد بس فجوه الشوارد السلبيه بحيث بتقلل من الكلور والكالسيوم بتنزلها لتحت، بدل ما بيكون الخط هذا هون صار هون، معناته الفجوه زادت. اذا كان عندي نقص في الالبومين، مريض عنده قصور كليه نفروزت او عنده تشمع كبد، البومين انخفض معناته الفجوه زادت زادت، وممكن الفجوه تكون طبيعيه. صبرا هلا هلا او انا ممكن ازيد الفجوه اذا زدنا الكالسيوم والمغنيسيوم، ضغط على الصوديوم قل الصوديوم زادت الفجوه صح؟ بدل ما بيكون الخط هذا صار هون، بدل ما بيكون الخط هذا نزل فصار عندي فجوه. اسف ممكن اقلل فجوه الشوارد لما بزيد الكالسيوم والمغنيسيوم صح؟ وممكن ازيد الفجوه اذا نقصت الكالسيوم والمغنيسيوم، ممكن ازيدها ممكن اقللها اذا زدت الكالسيوم والمغنيسيوم، وممكن ازيدها اذا نقصت الكالسيوم والمغنيسيوم. ركزني على الاشارات. وممكن ازيد الفجوه انا اذا خفضت الكلور والبيكربونات، وممكن ازيد الفجوه انا اذا زدت السلفات واللاكتات والكيتونات، ضغطوا على الكلور نزلوا لتحت، او خفضت الالبومين فصارت عندي مجموعه من الاحمر تدخل لجوا. هلا بنحكي ليه، بس بشكل عام الفكره العامه انه الفجوه من 10 ل 12 فممكن توصل لل 20 اذا قللت الكالسيوم والمغنيسيوم، وممكن توصل لل 20 اذا قللت الكلور فقدت البايكربونات. يعني انا بفهم لما بيكون في عندي حماض استقلابي اسهال، ايش صار عندي بالبيكربونات؟ معناته شو صار عندي فجوه؟ عالية. بفهم ايضا لما بيكون في عندي سكري الفجوه ضغطت على اللاين هذا نزلت له تحت صار عندي فجوه صواعد او فجوه سلبيه عاليه. ماشي عاليه مش طبيعيه، لكن انت بتكون طبيعيه لما بيكون عندي الالبومين منخفض في المراحل الاولى. خلينا نشوف شلون. طيب هاي الاشارات لما انا بضيف او بانتج احماض غير مقاسه مثل السلفات واللاكتات والكيتو رح تضغط على الكلور والبايكربونات تطرحهم، بتكب كلور البايكربونات او البايكربونات لازم يعني تنطرح اكثر، تفقد الكليه بايكربونات وكلور اكثر، بالتالي اللاين هذا اللي كان هون بالسلايد اللي قبله نزل لتحت في الفجوه زادت. هاي اول واحد. خلينا نرجع للسلايد الميتابوليك اسيدوزيس. مين كان عندي؟ الرينا فيلر دي كي اي ولاكتيك اسيدوزيس، وهدول ايش شو؟ اندوجينس، هدول منتجات منتجة الجسم. كمان لما باخذ احماض من برا مثل سويتينو جلايكو ايضا لما الجسم يتلقى حموض، اذا لما بنتج حموض او اتلقى حموض الفجوه كبيره، اذا هاي انايون جاب. طيب انا هذا كان سؤال السنه السادسه بفحص الفيزيولوجيا، لما اقول هاي انايون جاب فيني اسميها تسميه اخرى؟ فيني. شو وضع الكلور؟ ايش هو؟ هايبو كلورينيك اسيدوزيس، اذا منخفض الكلور. ليش؟ لانه هلا حموض هاي كبت الكلور سوت له اكسكريشن، بالتالي صار عندي فيني اسميها هاي انايون جاب او هايبو
كلوريميك اسيدوزز حماض استقلابي منخفض الكلور. ليش؟ لأن الكلور البيكربونات نزل. هاي أول حالة بالأنيون جاب. إمتى بتكون فجوة الشوارد السلبية عالية؟ لما بيكون في عندي حماض استقلابي. حكم حماض استقلابي معناته أنا أضيف حموض أو أنتج حموض. أضيف حموض أو أنتج حموض. أحتضر على اللاين هاد والخط هاد نزل لتحت. في دليل إنه قلل هذا الكلور. فصار عندي هاي أنيون جاب أو هايبو كلوريميك أسيدوز. واضحة الفكرة؟ في سؤال؟ سألوني عليها. هاي أول واحدة. خلينا نشوف الألبومين. الألبومين فيها خيارين. خلينا نفهمهم شوي. إذا لما يكون عندي حماض استقلابي معناته شو البي آتش؟ معناته أسي أو ثلاثة؟ معناته السي أو اثنين؟ معناته فجوة الشوارد السلبية؟ عالي. يعني ممكن توصل 20 25 ملي مكافئ في اليوم. طيب خلينا نشوف الالبومين. ملاحظه، بيقول لك لما بيكون عندي انيون جاب نورمال انيون جاب من منشا استقلالي، الحالة الوحيدة اللي بيكون فيها من منشا استقلابي انا لما بخسر بايكربونات على سبيل الهضم. المريض عنده اسهال، بايكربونات نزلت، بالتالي الجسم كيف بده يعوض؟ بيرفع الكلور. فصار عندي هذا شو؟ فحافظ الكلور على فجوة شوارد سلبية نورمال، لانه هو اللي طلع. صحيح انا بفقد بايكربونات لازم، لكن الشوارد الثانية السلبية عوضتها هي الكلور. فحافظت على انيون جاب نورمال، تسموها فجوة شوارد سلبية طبيعية عالية كلور. لما كان عندي اسيدوزز ميتابوليك اسيدوزز فجوة شوارد سلبية عالية منخفضة كلور. تفضل. هلا بكل المراحل بتكون منخفضة كلور الا اذا كان منشأ مثلا كمثال الاقياء بيطلع حمض المعدة حتى شارد الكلور بتنطرح مع الحموضة فبينخفض الكلور في الجسم. هلا أنا كنت بعرف إنه هاي الحالة بنسميها منخفض الكلور. بكل الحالات بصير طرح كلور بينزل. بكل الحالات لما بيكون حموض مضافة. يعني بقول لك حموض فيكس ثابتة سيئة يعني. إيه؟ الكلور. فالكلور بينزل. نعم. بيلحق الصوديوم أصلاً ليه بيطلع لبرا. بيلحق الماء. هاي بيقولوا لها الموفيكسل كمان الاندوجينس في لا اسم نسيانه بالانجليزي ماجد غير مودة دكتور انت قلت من نفس الالبومين بالمراحل المتقدمه بصير عندي حماض استقلابي اصبح المراحل الباكر بصير عندي حماض تنفسي انا بالانيون هي والالبومين على الانيون جاب فقط نشوف اشتغل من عندك أعطوا الملاحظة. لما بيكون في عندي حماض استقلابي أنا قلت ممكن الجسم ينتج حموض أو بيطرح حموض أو ممكن أنا أخسر بيكربونات. أنا بخسر بيكربونات أشياء سبيل هو السبيل الهضمي النساء. لما بيكون عندي خسارة لما بيكون في عندي أسيدوزيس من منشأ خسارة في البيكربونات وعلى رأسي الإسهال الكلور بيزداد كمعاوضة. لما فقدت البيكربونات الكلور ازداد الأنيون جاب نورمال ما تغير. فهي بيسموها نون أنيون جاب أو نورمال أنيون جاب
لكن شو وضع الكلور؟ هايبر كلوريميك اسيدوزس. فانا ممكن يكون عندي هايبو كلوريميك اسيدوزس لما يكون في عندي انتاج او اضافه حموض خارجيه، وممكن يكون عندي هايبر كلوريميك اسيدوزس لما في حاله وحيده فقط لما افقد بيكربونات. ليش؟ لان الكلور ازداد كمعاوضه كومبنسيشن فحافظ على انيون جاب نون. وضحت الفكره هاي؟ خلينا بقى نشوف الالبومين. بالالبومين اذا انخفض الالبومين قل الالبومين راح تزيد الانيون جاب، راح يزيد الانيون جاب، راح يصير عندي زياده في الكلور والبايكربونات بيدفع اللين هاد لهون، اللين هاد وصل لهون، فبصير عندي الفجوه صغيره، اسف صغرت الفجوه اسف انا عم بقول زادت اسف، الفجوه تكون صغيره اذا انخفض الالبومين. انا بحكيها بالعكس. انا امتى انا بفقد البومين؟ لما يكون في عندي حالتين، اما اصابه في الكبد تشمع كبد او عندي متلازمه نفروزيه افقد فيها الالبومين. فالانيون كاب، الانيون كاب هلا هون لازم نسوي معاوضه طبعا، الانيون كاب بتقل الانيون كاب تصغر الانيون كاب فممكن توصل لخمسه لسبعه. فايش لازم اشتغل انا؟ اسوي معاوضه. شلون اسوي معاوضه؟ وجع. شلون اسوي معاوضه؟ لازم اسوي معاوضه كل انخفاض في الالبومين بمقدار اثنين اسف واحد ملي جرام في الالبومين بضيف له على الانيون جاب 2.5 ملي مكافئ. هي اسمها المعاوضه، المعاوضه بناخذها في المحاضره اللاحقه. وبعدين هي اللي وجع في الالبومين سواء كان بسبب تشمع كبد او متلازمه نفروزيه. هاي بتجيني بمسائل شو وضع الانيون جاب؟ تصغر. طيب اذا انت كان عندك مريض عنده تشمع كبد، احيانا تجي مساله مريض عنده تشمع كبد مش متوقع انت الالبومين منخفض، ايش وضع الانيون جاب؟ اذا شفت الانيون جاب نورمال كانت نورمال هي. كون في مثلا عنده بنفس الوقت في عنده في نفس الوقت احماض امينيه اسف احماض عضويه تزيد او تحافظ على انيون جاب نورمال. معناته اذا كان الالبومين منخفض الانيون جاب تكون صغيره منخفضه. لكن اذا كانت عندك مساله فيها البومين ناقص لكن انيون جاب عنده طبيعي، معناته في عنده اضطراب استقلابي اخر، ممكن مريض عنده اسهال، ممكن اسف مريض عنده سكر، احماض غير مقاسه، رجعت الانيون جاب طبيعي للنورمال. هي ما بنساها، هي بيجيك هيك ميكس داخلين بعض. لكن انا بفهم بالالبومين الانيون جاب منخفضه، لكن اذا كانت نورمال معناته في عندي مرض ثاني. هاي الامراض الشائعه اتمنى ما بنساها، الانيون جاب، الانيون جاب الطبيعي هو الكاتايد ناقص الانايون، هي الصوديوم ناقص الكلور والبيكربونات، الطبيعي ما بين 10 ل 12 ملي مكافئ في اللتر. هاي الانيون جاب هي ما بين الاحمر والازرق، اصلا اسمه فجوه الشوارد السلبيه. ايش على راسها؟ البومين بروتينات. هل الفجوه هاي ممكن تزداد ممكن تنخفض؟
تزداد لما انا كالسيوم والمغنيسيوم قل، تزداد لما الكلور والبيكربونات، تزداد لما يكون في عندي شو كمان البومين، لا تنخفض، تزداد لما بيكون في عندي بس ميتابوليك اسيدوز، تزداد اسف لما بيكون في عندي احماض اخرى انتجها الجسم، نزل الكلور والبيكربونات تبعها. هاي الدكتور بيقول اذا انخفض الكالسيوم والمغنيسيوم، بتزداد اذا انخفض الكالسيوم والمغنيسيوم. فانا بعرف هلا هدول اللون الاصفر ما حكيت عليه، هدول نادرات شوي، حكيت على الشائعات. اذا كان في عندي قصور كليه، اذا كان في عندي اصابه على مستوى الشرايين انتجنا البلاكتات، اصابه وحيه محيطيه، إذا كان في عندي سكري، إذا كان عندي هالأحماض هاي بتزيد الفجوة. الألبومين إذا كان عندي نفروزز الفجوة صغيرة، لكن إذا كانت نورمال معناته هاي الحموض هاي حافظ على النورمال. إذا كان عندي بايكربونات انخفضت إسهال ازداد، ازدادت الفجوة، لكن مين بيحافظ عليها؟ الكلور، فصار فزاد الكلور حافظ لي على فجوة نورمال سميناه هايبر كلوريدين أسيدوزيس. لكن اذا هالحموض انتجناها بكميه كبيره ضغط الخطر لهون، فصار ايش وضع الكلور؟ هايبو كلورامين اسيدوزيس. طيب خلينا نشوف الحالات النادره اللي انا ما شفتها بصراحه. بيقول لك ممكن انا اقلل الفجوه لما بزيد الكالسيوم والمغنيسيوم، فتشته لتحت قللت الفجوه، لما يكون في عندي تسمم بالليثيوم او في عندي مقيوم متعدد ينتج كتير من الكالسيوم والمغنيسيوم فصار لي مشاكل كتيرة، حالة نادرة. أو أنا ممكن إذا كان عندي تسمم بالبرومايد فقلل الفجوة، البرومايد بيقلد الكلور فبيزداد الكلور بتقلل الفجوة، حالات نادرة. أو ممكن إذا خفض الصوديوم، إذا كان في عندي يعني تجفاف وما تجفاف الفجوة بتقل. هاي الحالات هذا بده من ناحية العلاجية، احنا ما بتم الفجوة كعلاج مو هيك؟ لا هي لا القصد يعني انا اليوم لما بدي اعالج مثلا في داعي اخذ بعين الاعتبار السبب، يعني لما بتكون عندي فجوة فمعناته عندك اضطرابات كثيرة. تمام دكتور، لازم تشوف وين المشكلة اصلا. لما بتكون عندك فجوة مثلا، انت كان عندك فجوة كبيرة معناته في عندك اضطراب البيكربونات كبير، معناته انت لازم تحدد منين جاي المنشأ. تمام، بس لكن مش لازم بشكل عام غسيل بهالحالات هدول كثيره، لكن ممكن يكون عندنا مشاكل ثانيه. بس مثلا المريض عنده نقص صوديوم، الفجوه صارت قليله، عوض صوديوم، يقول لك السيروم بيحي فقط. طيب خلينا نشوف بس المعاوضات. معاوضات للاسف في آسيا هوني موضوع. للأسف في كتير، مو في كتير، في أربع معادلات لازم أحفظها بصمة، هي معادلات منتا. شو حدا يذكرني فيها؟ وين تاش؟ نحن نشوف المسألة الثالثة. بشكل عام لما يكون في عندي ميتابوليك أسيدوزيس، أسيدوزيس يعني بيقط شنيفر البيكربونات نازل، لازم ايش بصير بالسي او 2؟ لازم المريض يكب سي او 2 كثير، فصار شو اسمه هذا؟ معاوض. بيجينا على المعاوضه شوي. فانا اذا كان البي اتش نازل بشكل كبير معناته بقول ميتابوليك، معناته البيكربونات 20 17 18 لساوي معاوض، لازم شو السي او 2 وضعه؟ فشفنا الارقام كلها. فانا اذا سويت معاوضه بالسي او 2 خليت المريض يكب كثير من السي او 2، يعني هلا هالنزله الكبيره شوي زادت، بدل ما بيكون مثلا 7.3 7.2 صرت 7.2 وشوي. اوكي ندخل هذا؟ لا لسه بكير. طيب لما يكون عندي ميتابوليك الكالوزيس، يعني في عندي حماض ولا قلق البي اتش، ايه على حساب مين؟ على حساب البيكربونات عالي،
اذا ارتفعت البيكربونات لازم انا شو اساوي؟ احبس CO2. يعني بدل ما بتنفس بسرعه تنفس بالدقيقه 7-8 مرات. هدي النفس شوي، خليه يتنفس بالكيس. بالكيس كمان بيصير، هاي مسويها النساء. فانا بدل ما بترتفع البيئه بشكل كبير يعني ها اقلل منه شوي. هاي شو اسمها؟ كومبنسيشن، معاوضه. هاي تشابهت الارقام لما بيكون في عندي شو؟ ميتابول. خلينا نشوف الريسبيراتوري، الارقام شو رح تختلف معنا. لما بيكون في عندي اسيدوزس يعني البيئه شو نازل، وريسبيراتوري معناته سي او 2 شو وضعه؟ عالي. سي او 2 عالي، كيف تساوي معاوضه انا؟ لنزل البيكربونات، بل بالريسبيراتوري عكسها. كيف بدنا نسوي معاوضه؟ انزل البيكربونات، اخلي الكليه تطرح اكثر بيكربونات، فحافظ انا فانزل البيكربونات، انزل البيكربونات، اخلي الكليه تطرح اكثر من البيكربونات عشان ما بصير عندي الدور. لا لا هبس هذا، كيف هيك؟ في غلط. هي هي ارفع البيكربونات. لا 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 لا، البيئه شو وضعه؟ حامضي. فانا لازم اكب بيكربونات عشان يكون شو الوضع؟ لازم اسحب بيكربونات، لازم اسحب بيكربونات عشان يكون الكل. صح يا لين؟ تختبرنا مصر. لازم اسوي عيد امتصاص البيكربونات عشان اسوي شو؟ الكل. طيب لما بيكون في عندي ريسبيراتوري الكالوزس، لما يكون في عندي قلاء تنفسي، شو وضع البي اتش؟ عالي. معناته معناته السي او 2 منخفض، معناته لازم شو انا اسوي؟ اخفض البيكربونات عكسه. تمام. طيب كيف استلم معاوضه؟ كومبنسيشن. كان نشأ استقلالي في كل معارضة نفسية، نشأ نفسية معارضة استقلالية. شلون؟ هلا إما في أول شيء لازم أنا أول شيء لازم أحدد نوع الاضطراب، عرفنا عنده استقلالي ولا تنفسي. كيف أسوي معاوضة؟ أنا لما يكون في عندي حماض استقلالي، برجع لمسألتنا، حماض استقلالي، معناته شو؟ بيقاش نازل. بيكربونات نازلة. مين اللي بدي اعوض؟ مش قد بدي مش قد بدي اطرح سي او 2، مش قد بدي اطرح، مو لازم اسوي اطرح سي او 2، مش قد بدي اطرح سي او 2. معادلة وين ايش بتقول؟ انا لازم اكب سي او 2 ما يعادل 1.5 ضرب بيكربونات زائد 8، رقم مثل اسمك. بالمختصر رقم البيكربونات اللي اعطوك اياه زائد 15. لا لا لا، اذا لما تقول لما تجيك مساله طلب المساله انه هذا معاوض ولا غير معاوض، بتكتب على الورقه على السريع. اعطاك مثلا، خلينا نطرح مثال. عندي حماض استقلالي من منشا فقدان بيكربونات، مو هيك؟ سهل. واحد صار عنده سهال كثير، فقد بيكربونات. طيب انا لازم اساوي كدارئه الرئة اطرح سي او 2. اذا طلعنا على المساله انه البيكربونات عندك طبيعي ايش؟ 22. بيكربونات عندك 18، معناته استقلال، ما هيك؟ طلعنا على المساله السريريه، شفنا السي او 2 عندك اياه 36، هل هو معاوض ولا غير معاوض؟ غير معاوض. خلينا نحسب المسألة. شو لازم يكون السي او 2؟ أنا بلاحظ السي او 2 الطبيعي شو قد؟ 40. شو قد أنا صار السي او 2؟ شو قد؟ معناته شو أنا؟ فاقد سي او 2، فاقد معاوض ولا غير معاوض؟ 1.5 ضرب البيكربونات، شو قد البيكربونات عندي؟ 15. نعتبر 20. 15 30 زائد 8 معاوض؟ تقريبا معاوض، لازم اقول انه تقريبا معاوض، اذا اعتبرت 18 معناته شاف 36 معاوض. لكن انا اذا كان عندي مثلا
حماض استقلالي ايضا المنشا السالب. شفت البي سي او 2 45 معناته هذا شو عم بيساوي؟ ما في معوضه. هذا عم بيحبس. معناته هذا ممكن اتوقع في عنده مشكله ثانيه على راسها حماض تنفسي. يعني ممكن يكون حماض استقلابي ميكست مع حماض حبس CO2. ممكن مريض COPD ما عمل لي معوضه، حبس لي اكسجين زياده، حبس لي CO2 زياده. فما بتجيك المساله بس حماض استقلابي، لا تجيك حماض استقلابي مترافق ممكن مع حماض تنفسي او قلاء استقلاب او قلاء تنفسي بالاضافه الى فجوه عاليه. تجيك الارقام ورا بعض. فانا لازم اساوي معاوضه. اذا كانت معاوضتي نظاميه الكومبنسيشن 1.5 ضرب البيكربونات زائد 2 بشكل عام، بقول لك البيكربونات زائد 15، بقول لك الرقم هذا ممكن اعتبره بشكل عام انا بجيبه بالمساله هاي زائد 15. لما يكون رقم البيكربونات ما بين ال 20 وال 30 او ال 15 وال 30 بس نزل اقل وطلع اكثر بصير عندك اضطراب خطا في المعادله، يعني خطا بهالرقم هذا. انت احفظ 1.5 ضرب البيكربونات زائد 2. طيب لما يكون عندي ميتابوليك الكالوزس قلاء استقلابي، قلاء بي اتش ارتفع، ميتابوليك الكالوزس بي اتش طلع، ميتابوليك بيكربونات شو وضعه؟ نازل استقلاب بيكربونات طلع، اسف شو وضع السي او 2؟ لازم يطلع. طيب شو بيطلع السي او 2؟ قال لازم انا سي او 2 40 زائد 0.7 ضرب بيكربونات اللي اعطاني اياه ناقص البيكربونات الطبيعيه. هذا اجباري المعادلات تحفظها. هلا ممكن المعادلات هذه نعطيكم اياها على ورقه، ممكن بندخلها في فلاشه بعد جانبيه، بس احفظها انت. هي الوينتر هيك ضروريه. بيكربونات طبيعية. هاي معوض ضرورية. لا تعرف إنه معوض ولا غير معوض؟ كيف هذا؟ ننظر بس. ما تنظر. الرقم. لا لا يا أخي. يكون أنت حفاظ. أنت حفاظ الرقم هذا. بيكربونات زائد 15 كيلو. طيب. هاي صعبة. هي نظام 40 زائد 0.7 ضرب بيكربونات المقاسة ناقص البيكربونات الطبيعية. انت احفظ الرقم، انا راح اجيب لك المسألة بيناتهم. احفظ الرقم، بيكربونات زائد 15، علي الحلال جايبها هيك. طيب، رح تحط لنا القانون، علما ان الفجوة تساوي كذا كذا. طيب، هي التعويض الاستقلابي. ما بنسى رجاء، لما بشوف انه في عندي عم بطرح سي او 2 زيادة ولا عم بحتفظ فيه، بيكربونات زائد 15. طيب إذا كان الريسبيراتوري الكالوز اسيدوزس حماض تنفسي، حماض وسي او 2 زياده، ما هيك؟ فانا كيف تعوض بيكربونات؟ ما هون الاتعس. الكليه بالعاده بتشتغل امتى؟ الكليه بالعاده بتشتغل في بتشتغل ممكن في المراحل الاولى تشتغل بشكل قليل، لكن الكليه بتشتغل بعد 5 إلى 7 ايام. فبدك في المراحل الحاده اي زياده، يعني الارقام ما بتضيع، بس خليك معي. اي زياده، كل زياده 10 ملي متر زئبقي من السي او 2 اضيف له 1 بيكربونات. مثلا مثلا السي او 2 كان عندك 50، شو عندك زياده؟ شو الزياده؟ 10، طبيعي 40، صار 50، 10. شو لازم اضيف بيكربونات انا؟ بدل 26 بدل 22 يصير 23، بدل 26 يصير 27، 1. إذا كل زيادة 10 بالسي او 2 بضيف له 1، هي اسمها معوضة سريعة اكيوت. مع مرور السنة الكلية بتشتغل أكثر، بتقول لك كل زيادة 10 3.5 بيكربونات. سهل. طيب لما بيكون عندي الكالوزز من منشأ ريسبيراتوري بنقص كل 10 بنقص 2 بيكربونات، وبعد أيام كل 10 بنقص 5. الرقم اذا 1 10 2.5 10 2 10 5 10. ليش زياده بالنقصان؟ لانه الكليه بعد لاحقا تشتغل اكثر. حطه على منفسه وخلص. هي الانايون جاب الطبيعيه، رح ندخل بكره بمسائل الاسبوع القادم ان شاء الله مسائل، بس هي الفكره العامه اللي اخذناها اليوم. طيب مين بيشتغل لي بس على السؤال هذا؟ ما رح اعطيك. صفي لي الشاشه بعد اذنك.
بس رح اطرح هيك سؤال. بي اتش 7.35 سهلة ما هي؟ مو سهلة؟ سهلة. هلا بدي بي سي او 2 ما اعطيتك مسألة صغيرة أنا بس المسألة بتوضح لك أكثر. لدين 5 السي او 3 بيكربونات 22 ملي مكافئ للتر هيك كودين صوديوم 140 كلور 90 طبيعي كل الطاقة يا مرحبا هذا ثواني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خلاص طبيعي. هلا أنت من اللحظة الأولى ايش تتوقع مع المريض هذا؟ يعني البي اتش قريب للطبيعي هذا ما عنده شيء ما هيك؟ لكن هذا البي اتش نازل ولا طبيعي؟ نازل نازل حمام حط اسيدي قصدي اسيدوز اسيدوز حمام تو بالعربي خلص حمام خلص يعني ايش نوع الحمام هذا؟ هلا هون حنطلع البيكربونات هو ضمن نسب طبيعي 22 26 لكن انت بتعتبره منخفضه نازل يعني 24 فهو استقلال استقلال اذا حمام ميتابوليك اسيدوز حمام وطالما احنا هون البي سي او 2 هو تقريبا بادنى مستوياته الطبيعيه فبنعتبر معوضه هذا اذا ميتابوليك ميتابوليك اسيدوز معوض ولا غير معوض؟ هو جاي بقول لك البي سي او 2 هو بادنى مستوياته الطبيعيه فبنعتبر انه في هون صار عندنا معوض انخفض تركيز بي اس لا يحسب لي اياه حسب انت يعني ايوه واحد ونص يعني اللي اكثر واحد ونص واحد ونص طارق مو هيك؟ 22 ضرب البيكربونات زائد 8 يعني 3 شو شو هذا البيكربونات؟ 22 ضرب 1 ونص 33 زائد 8 41 مش معوض؟ معوض؟ غير معوض انت بتطلع انه الرقم غريب قريب عن الطبيعي اذا هذا في عنده 7000 مشكله اذا هذا غير طب ايش الشغل هلا بشوف طب شلون صار ها هلا جاي هلا معناته في عنده مشكله ثانيه عم بتقرب له البيئات على الطبيعي اذا هذا حمام استقلالي غير معوض ماشي لازم البيئات قديش لازم السي او 2 41 حسب وين ده؟ انت في الطبيعي تقول البيكربونات زائد 15 عندي 22 و 15 يعني 38 39 اذا غير معوض طيب برايك لا تحسب فجأة الصغار سهلة جايك عليه طيب هذا ايش تتوقع معه؟ هذا المريض ايش عم ايش عم يساوي؟ لازم شد السي او 2 لازم يكون شو صاير البي سي او 2 35 يعني ايش عم بيساوي بيطرح معناته هذا شو عنده كمان حماض استقلال حماض تنفسي لا تنفسي معناته عم بيكب سي او 2 زياده اذا هذا صار عنده ميتابوليك الكالوز الزائد ميتابوليك اسيدوز الزائد ريس باي ريفري الكالوز صار عنده حماض تنفسي اذا صار عنده ولا اسف تنفس هذا دخل باضطرابين مو عاجبك اذا ليش دخل باضطرابين في عندي مشكله مع الدكتور هذا انت قاعد تعتبره سي او بي او ربو ممكن هذا المريض ربو صار يكب سي او 2 زياده فهذا دخل بحماض استقلالي وقلاء تنفسي خلينا نشوف الفجوه يلا فجوه ما ارتفع اكتب لي 140 ناقص 20 زائد 22 50 22 28 شهاد شهاد الطبيعي؟
ايش برايك؟ مرتفع. يعني هذا ايش معناته؟ في عندنا هاي انونيم جابمنت، ايش معناته؟ في عندي مشكله. شو المشكله توقع؟ الطبيعي هيك معناته في عندنا حموض. يعني في عندي حموض اخرى مضافه بالجسم غير مقاسه، فهذا عنده هاي انايون جاب من منشا اسيدوزس. كمان في عندي ميتابوليك، ما اعطيت المساله، معناته هذا في عندي ميتابوليك اسيدوزس من منشا خارجي. كم اضطراب صار عندي؟ واحد، اثنين، ثلاثة. حماض استقلابي، حماض استقلابي آخر غير مقاس بالإضافة إلى قلاء تنفس. طيب بس أنا ما حطيت مسألة سريعة، بس لأقول لك لما بيجيك أرقام قريبة من بعض يعني لا تفكر انه هالمريض هذا نورمال. هذا طلع عنده ألف مشكلة. بعد 10 سنين والله خلص. ما في مسألة، ألف مشكلة. طيب في عندي شغلة آخر شغلة. بس قبل ما أمشي لأنه أنا مليت. في عندي شيء اسمه دلتا أنايون جاب. سامعني بالدلتا أنايون جاب. هاي لازم أعرف. هو تغير دلتا أنايون جاب. إيه لك؟ لك هي patient anion gap ناقص normal anion gap. يعني شو هذا anion gap عن مريض مهوني مثلا؟ 22 ده الدلتا. شو هذا عندي هون؟ 22 ناقص 10 على 12 قول 12 قد يساوي؟ 16. إذا الدلتا anion gap 16 ملي يعني ايش معناته؟ الحمل عندي 16. 16، ايش معناته 16؟ معناته عندي 16 حمض عضوي موجود ضمن الجسم غير مقاس. هي اسمها الدلتا انايون جاب. يعني ايش هي الفرق ما بين المرضية والطبيعية؟ لما اقول 16 معناته عندي 16 حمض غير مقاس عم بيجولوا في الجسم، عم بيلعبوا في الجسم. سووا لي الفارق هذا الكبير بالانايون جاب. طيب انا كيف الحموضه هي بتخلص منها؟ شوف على المشكله الرابعه عند مريضنا مثلا، ها لازم البيكربونات تتحد مع الحموض هي، لازم افضل كم وحده بيكربونات؟ 16 بايكربونات. شو عندي البيكربونات؟ 22. كيف 16؟ 6. معناته البيكربونات هي رقم طبيعي؟ طب ليش صارت البيكربونات 22؟ لا نفرط ليش صارت 22؟ لازم ما تطلع 22. والله ما ليش البيكربونات صارت عالية؟ معناته شو نوع الاضطراب الاستقلابي؟ كمان ميتابوليك جديد، كمان اسيدوز من نوع الميتابوليك. البيكربونات هذا الرقم غلط. أنا في عندي عليهم جاب كبيرة، معناته في حموض كثير لازم تلعب تتفاعل مع البيكربونات. ليش البيكربونات صارت طبيعيه؟ ليش قريبه من الطبيعيه؟ مع انه هو شو؟ اسيدوزس، ميتابوليك اسيدوزس. ليش البيكربونات مثلا ما طلعت شوي زياده؟ ليش الرقمات؟ معناته في حموض كثير جواله ما انكسرت. ففي عندي اضطراب استقلابي على اضطراب استقلابي على قلق تنفسي على اضطراب استقلابي اخر. هذا مريضك سيء جدا دكتور. هلا هي صعبه شوي، لكن انت بتنفهم المسائل، انت بتنفهم هاي بالمسائل السريريه. نطرح وحده للسكري مساله، بنحط كل شيء للانيميا، بنحط وحده للحماض الكيتون، بنحط وحده للاسهال، وحده للاقياء، وحده للمريض عنده حادث سير، وحده ايضا للمريض عنده اقياءات كثيره، وواحد لما بيكون في عنده عصا. الله يعطيكم العافيه. طولنا عليكم لكن لا بد منها. طبيعي نحتاج.